السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطان النصيرة. النهاردة يا جماعة هعمل لكم خل البرتقال. خل البرتقال ده بيبقى جميل جدا وبينفع في ممكن يعني تحطوا منه في مية وانتوا بتمسحوا الأرض، يعني في المب كده وانتوا بتمسحوا بيها اللي هي الفتلة دي، وكمان ممكن تحطوا منه على المسحوق اللي هو بيقتل الحشرات والدودة بتاعت الزرع اللي انا كنت عاملة بيها فيديو واتمسح. ان شاء الله هبقى اعمل لكم واحاول اعمل لكم فيديو جديد بنفس الوصفة القديمة دي. المهم، وازاي بنعمل خل التفاح ده يا جماعة هتشوفوا معايا دلوقتي. بنجيب قشور البرتقال، انا مش برميها، بشيلها في احيانا بشيلها في الفريزر كده متقطعه، واحيانا بعملها طازه، يعني بستعملها في حاجات كتير قوي، يعني اكيد اكيد غالبيتكم عارفها، منهم خل البرتقال. يعني بجيب قشور التفاح وبحط عليها الخل، المهم ان انا اغطيها بس بيه. وبسيبها مثلا يوم كامل او يومين زي ما تحبوا، يعني احيانا بسيبها اسبوع، بسيبها على طول في البرطمان كده واخد منها حبه حبه اصفيهم واحطهم في يا اما في البخاخه بتاعت الزرع كمان، لانه بينفع اما تبخ منه على الزرع بيمنع الحشرات، وبالذات كمان بيموت حشره المن بتاعت الزرع. ثواني كده هوريكم ازاي بعملها بقى. ده كان برطمان قديم عندي كنت عاملاه بقاله كام يوم، اوكي شوف حتى بقى لونه ايه، لون البرتقال. لو حطيت منه دلوقتي ما وانا بمسح مثلا الشقة بالموب كده هيبقى ريحة الشقة كلها برتقال، مش هيبقى ريحتها خل، حتى لونه باين قوي يعني ان هو لونه برتقال. يعني ده الوقت هغطيه واسيبه لحد ما يبقى كده، وبعد كده بفضيه هنا برضو. هو يوم كامل بس وبعد كده بيتفضى هنا مع ده برضو، واستعمله عادي. ممكن اصفيه بأي مصفى موجودة في البيت عادي واحطه في البخاخة مع الحاجات التانية، الوصفة التانية بتاعت الحشرات، ويبقى مثلا للبلكونة وللزرع، ولو سبته كده لوحده ده بيبقى للغسيل، للمسح، سوري للمسح وللحمام وكده، بيبقى معطر للحمام كمان. ودلوقتي انا هصفيها بقى. هو ده دلوقتي خل البرتقال، ودي الازازه دي انا ببقى حاطه فيها شويه من مسحوق اللي هو الرش بتاع الحشرات ودوده الزرع، عشان برش منها على الزرع. فانا دلوقتي هعملها واحط من يعني هصفي ده وهحط من الخل البرتقال عليها، بتخلي منع يعني بتزود من فعاليه البتاع ده المسحوق ده. هما حبة صغيرين لحد ما الباقي اللي انا لسه حطاه يكمل بملى الازازة. وبعدين مش لازم يبقى الحبة دول مثلا كده زي ما هما، ممكن نملى البرطمان كله مية عليه، بيدي برضو مفعول كويس. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش الاشتراك واللايك والشير ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.